ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة. للمزيد ينضم إلينا من مقر اجتماع الحكومة في مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك كريم وأهم التفاصيل في هذا الاجتماع. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضور عدد كبير من الوزراء، توافدوا بالفعل منذ قليل على مقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة. بالطبع بدأ هذا الاجتماع بعدد كبير من الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم فيما تخص المواطن بالشكل مباشر. هذه الملفات من أهمها بالطبع ملف الصحة وملف أيضا الخاص بالدواء تحديدا داخل ملف الصحة وعدد آخر من الملفات الاقتصادية. بالطبع يعني نظرا لاجتماع مجلس الوزراء اليوم كان هناك جولة لوزير الإسكان اليوم على الأماكن المختلفة وبعض الأماكن مثل سكن لكل المصريين وأيضا المدينة التراثية وأيضا الحي اللاتيني هنا في العالمين الجديدة ليتفقد الإنشاءات المختلفة وإلى أين وصلت هذه الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بهذه المدن داخل العالمين الجديدة. ولكن ربما على رأس أيضا ما سيتم مناقشته في هذا الاجتماع وما سنتابعه على مدار اليوم هو ملف الطاقة وملف الطاقة الخضراء، خصوصا يعني أن مجلس الوزراء كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم وقف تخفيف الأحمال في 21 من يوليو أي الأحد الماضي، وهذا ما تم بالفعل نظرا لتوفير كميات كبيرة من الغاز الذي توفر لمصانع ومحطات عفوا الكهرباء، وبذلك لم يتم قطع الكهرباء إلا وكان قد الدكتور مصطفى مدبولي قد يعني تحدث عن ممكن أن تحدث بعض المفاجآت الطبيعية التي ممكن أن تحدث من درجة يعني حرارة الجو أن تتوقف بعض المحاولات، لكنها ستكون فترة وجيزة حتى إصلاح العطل. لذلك ملف الطاقة من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها، أيضا بالإضافة لذلك الاستغلال الخاص بموارد الدولة منها التعامل مع ملفات الهيدروجين الأخضر وإنشاء المصانع الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وهو أيضا ما سيوفر الطاقة المختلفة منها لحل أزمة الطاقة بشكل عام والكهرباء أو فيما يتعلق بعد ذلك بالتعامل مع التلوث البيئي، وهذا ما كان يعني النهج الذي تنتهجه مصر خلال الفترة القادمة يعني حتى 2030 ضمن استراتيجية مصر 2030 للوصول للطاقة الخضراء بالكامل. بالإضافة لذلك أيضا سيكون هناك حديث عن ملفات النقل وأيضا تطورات يعني ملفات النقل وخصوصا الأتوبيس الترددي على طريق الدائري والذي بدأ بالفعل في واحد من محطاته على وشك أن تنتهي من المرحلة الإنشائية ومرحلة التشطيبات بهذا الأتوبيس الترددي على الدائري، وما زال هذا بالطبع المشروع جاري العمل عليه، بالإضافة أيضا لي يعني وسائل مواصلات أخرى مثل القطار السريع والمونوريل وغيرها. ربما هذه أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع، وفيكم بالطبع بأي ملفات جديدة خلال اليوم. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس من مقر اجتماع الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.